أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم في هذه الأمسية القرآنية البديعة التي ينظمها المجلس الجماعي لأفكار تحت إشراف مجلس العلم المهدي الزيادة. فمرحبا بكم، وفي البداية نفتتح بآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الطالب أيوب حماني، وهو أحد الأفراد المشاركين في هذه المسابقة. أسأل الله تعالى أن يوفقه إلى حسن الترتيب، وأن يوفقنا إلى حسن الإصغاء والاستماع، فلننصت جميعا لهذا افتتاح القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن له أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح،